وصاية دولية على البنك المركزي العراقي أم رقابة؟ سؤال يدور في الأوساط السياسية بعد تضييق الخناق على مهربي العملة الصعبة بمراقبة نافذة بيعها وشرائها والحوالات الخارجية وما خلفته من أزمة اقتصادية تقودها جهات متضررة عبر تجار وهميين يتلاعبون بمؤشرات سعر الصرف. اقتصاديون أكدوا أن الوصاية الدولية تكون في حال انهيار العملة المحلية أو إفلاس البنك المركزي كما حدث في لبنان، إلا أن الوضع المالي للعراق لا يسمح بفرضها لما يمتلكه من احتياطي نقدي قارب 100 مليار دولار، وهو ما يشير إليه أعضاء في مجلس النواب مبينين أن الإجراءات الدولية رقابية تأتي للحفاظ على سعر صرف الدولار وعدم تهريبه إلى الخارج، وتلك معضلة مستمرة بتبعاتها الثقيلة على الاقتصاد المحلي، إذ يتوقع أن تفرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة خلال الفترة المقبلة بحق بعض المصارف الأهلية بتهمة التهريب ذاتها. ويؤكد أعضاء في المالية النيابية أن العراق الدولة الوحيدة التي ربطت عملتها بالبنك الفيدرالي الأمريكي باعتبار الدولار العملة الوحيدة في التعاملات الخارجية، وبهذا فإنها منيعة على أي تدخل دولي. ومع استمرار إجراءات إغلاق منافذ تهريب العملة تتصاعد الأزمة وتبرز تحديات جديدة، منها إغلاق السوق السوداء الموازية ومنع تجار الأزمة من سحب العملة الصعبة من الأسواق بغرض رفع قيمتها وإحراج الحكومة الساعية إلى إنهاء هذا الملف بشكل عاجل.